نظرة للنبي بس نظرة ومدد. ربنا أمرنا أننا نقول للنبي انظرنا كده، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، نظرة ومدد يعني يا رسول الله. جماعة التانيين المناحيس مش فاهمين، يقول لك شرك شرك. إذا كانت النظرة من الحسود بالدور يبقى النظرة من الوالي تنفع للمفهوم المخالف، فهمت ازاي؟ إذا كان كلنا معتقدين أن الحسد وارد ومجربين، يبقى الإنسان الشرير ده لما بينظر نظرة حسد بالدور، طب الإنسان الطيب لما ينظر نظرة شفقة ورحمة تنفع. ربنا يجري النفع من خلال هذه النظرة. ده في بعض الكائنات في عالم الحيوان كده، كنت قريت ان في نوع من السلاحف، عارف انت السلاحف دي، في نوع من السلاحف قرأت عنه، اول ما يعني يفرز من البيت بتاعه يقعد مدة طويلة ملوش غذاء الا نظرة امه ليه، يكبر ما مجرد انه تلم العيال اللي فقسوا كده امهم وتقعد تنظر لهم كده عدة اسابيع يكبر. حاجة هو ربنا بيعلمنا هو ان النظرة اللي فيها حنان بتنفع، وانت بتشوف ساعات العيل يعيط وبعدين مجرد بس بيعيط كده لان امه تاهت منه، مجرد ما عينه دوق على عين امه في وسط الزحمة يهدى ويسكت، يبقى النظرة نفعته ولا ما نفعته؟ تنفع النظرة، نظرة ومدد يا رسول الله.